بناوی خواه گورو مهربان زور خوشحالم به پیشوازی کردنی جنابی سروک وزیرانی اردن و دیاورکی خوشحالم به دیدنی زور لحوریان و دوستانی خومن لحریم کردستان ام بانه بانه چی گرنگا بانه اساندنی حریم کردستان و در فرتکانی و برهنان لکردستان به دروسیکانی خومن لهمان کاتی شهر در فتی چی گرنگا با دوپات کردنوی پیگه سیاسی و عبوری کردستان حتنی ام وفده برزا نشانه متمانه به استای کردستان به آینده کردستان جگه خوشی تیبلین امرو لیادی 50 سالی شورشی مزنی ایلون که رچ کشکینی آزادی و رزگاری امولاته بو دوی او همو ویرانکاری امرو تلاری آودانی ولاته کمان جگه شانازی همو کردیا که و جگه شانازی مانا لگل امیوان خوشویستان من امرو باس لإستاو آيندي ولا تكمام كين. بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، سادة معالي الوزراء، الضيوف الكرام، يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم ترحيبا حارا في أربيل عاصمة إقليم كردستان. أرحب بكم في ظلال قلعة أربيل، هذه القلعة التي تعتبر أقدم قلعة مسكونة على مدى التاريخ. تأتون إلى أربيل، تحلون بين أهلكم، ونتمنى لهذه الزيارة كل التوفيق، لأننا نرى فيها دلالات كثيرة، دلالات الاهتمام بكردستان، دلالات الاهتمام بالعراق. وتأتي هذه الزيارة متابعة لزيارة فخامة الرئيس بارزاني إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولقائه بجلالة الملك عبد الله وتأكيدهما وتوجيهاتهما لضرورة تعزيز العلاقات على كل المستويات بين إقليم كردستان والعراق من جانب والمملكة الأردنية من جانب آخر. أقولها وبدون مجاملة أن للأردن مكانة ومعزة خاصة في قلوب الكرد. لا يمكن لنا أن ننسى دور الأردن التاريخي وموقف العائلة الهاشمية التاريخي من الحركة الكردية والنضال الكردي، موقف المغفور له جلالة الملك حسين وعلاقاته المديدة بالملا مصطفى البرزاني قائد ثورة أيلول والذي اليوم نحتفل بالذكرى 50 لانطلاقته عام 61، معلم بارز في هذه العلاقات. لم نرى من الأردن إلا الخير والاهتمام والتعاطف، والأردن في محيط صعب وعلاقات سياسية معقدة على مر التاريخ، لكن بقت العلاقات مع الكرد والتعاطف مع الكرد عاملا ثابتا من معالم السياسة الأردنية. إن شاء الله خلال هذه الزيارة ترون كردستان في تطور، وترون في كردستان حركة اقتصادية نشطة، ولنا في كردستان أن نعتز بما أنجزناه من تطور اقتصادي وعمراني، وهذا الاعتزاز قد يتعزز أو نؤكده في سياق ما ورثناه في الماضي من دمار حل ببلادنا من جراء الاستبداد والحروب والسياسات الكارثية للأنظمة السابقة التي تعاقبت على حكم العراق. فقط للتذكير، عندما تحررت هذه الأجزاء من النظام الاستبدادي في عام 1991، القرى الكردية كانت كلها مهدمة ومدمرة، أكثر من 4500 قرية في كردستان دمرت وأزيلت من الوجود، ودمروا الاقتصاد الزراعي، ودمروا البنية التحتية جراء حملات الإبادة والأنفالات. اليوم أستطيع أن أقول أن معظم هذه القرى تم إعادة بنائها ونقدم الخدمات المطلوبة لها. في عام 1991 دولة الرئيس لم يكن لدينا أكثر من 1320 مدرسة، اليوم لدينا أكثر من 6300 مدرسة.
عدد الطلاب آنذاك كانت حوالي 500 ألف طالب في المدارس الابتدائية والثانوية. يوم أمس بدأ العام الدراسي الجديد وعدد الطلاب في المدارس تجاوز 1,400,000 طالب. في سنة 91 كانت لدينا جامعة واحدة، اليوم لدينا 13 جامعة حكومية ولدينا 12 جامعة أهلية. عدد الطلاب في الجامعات تجاوزوا 100,000، وهناك اهتمام كبير من المجتمع في كردستان بقطاع التعليم، والحكومة لديها برامج واعدة في مجال التعليم، ولنا في كردستان أن نتعلم من تجربة الأردن في الاهتمام بقطاع التعليم. وأريد أن أقول أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل. أركز على التعليم، لأن من خلال التعليم نستطيع أن ننمي اقتصادنا وتنميتنا وأن نأتي بحالة أكثر ملائمة لما نبتغيه من نشاط اقتصادي كبير. في عام 1991 إنتاج الكهرباء في الإقليم لم يتجاوز 250 ميجاوات، اليوم لدينا أكثر من 1750 ميجاوات إنتاج كهرباء. أستطيع أن أقول، وإن شاء الله هذا سيستمر، أن معدل الساعات الكهرباء في الإقليم للمواطنين يتجاوز 22 الساعة. هذا بحد ذاته نجاح إذا ما قارناه بما مع الأسف الشديد ما هو موجود في بقية أنحاء العراق. هناك اهتمام كبير بقطاع الإسكان، وعدد البنايات أو المباني السكنية في تنامي وتزايد مستمر. هناك اهتمام كبير بقطاع النفط والغاز. في عام 1991 لم يكن هناك أي إنتاج نفطي في إقليم كردستان، ولم تكن هناك أي استثمار في البنية التحتية للاقتصاد النفطي. النفط استثمر واستغل من قبل الأنظمة الاستبدادية ضد الشعب العراقي وضد إقليم كردستان بالذات، لكن اليوم وبفضل سياسة النفط المتوافقة مع الدستور العراقي والذي يجيز للأقاليم الاستثمار في القطاع النفطي لخدمة عموم الاقتصاد العراقي، اليوم تجاوزنا 150 ألف برميل في اليوم من الإنتاج النفطي، قسم منه يسخر للإنتاج للاستهلاك المحلي، والقسم الآخر يصدر من خلال الأنبوب العراقي ووارداته تودع في الخزينة العراقية ويعاد توزيعه على كل شرائح المجتمع العراقي. أستطيع أن أذهب إلى الكثير من هذه الإحصائيات، لكن هذه نماذج بسيطة مما كنا عليه وما نحن فيه الآن، ولكن يقينا أقول أن طموحنا كبير ونتوقع المزيد. فهذه المنطقة فيها الكثير من الأنشطة الاقتصادية. حكومة الإقليم تؤكد على تمكين القطاع الخاص كالمحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. ما تشهدونه في كردستان من حركة اقتصادية أساسه تمكين القطاع الخاص، وسياستنا سياسة الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره في توفير فرص العمل وبناء الحركة الاقتصادية في مجالات مختلفة. لدينا قانون للاستثمار أعتبره من أكثر القوانين تشجيعاً للاستثمار الخاص. هذا القانون يجيز التملك لغير العراقي لمشاريع الاستثمار الاستراتيجية. هذا القانون فيه الكثير من التشجيع الضريبي والعفو الضريبي للاستثمارات في المجالات المختلفة. أريد أن أؤكد بأن دور القطاع الخاص في هذا المجال المحلي والعربي والأجنبي كان مهماً، وبالذات من 2003 وإلى اليوم، فهناك الكثير من رؤوس الأموال التي تريد أن تأتي إلى كردستان وتستثمر هنا في السوق الكردستانية المحلية، ولكن أيضاً النظرة إلى أن هذا السوق مهمة بحد ذاتها، لكنها أهم عندما ننظر إليها كجزء من السوق العراقية الأكبر.
بهذا السياق أريد أن أقول لزوارنا النمو الاقتصادي في هذا البلد مؤشر اقتصادي مهم قد يجسد هذا النمو، أنه في سنة 2003 كان الجي دي بي بير كابيتا معدل الدخل القومي للفرد حوالي 375 دولار. اليوم حسب العديد من المؤشرات، قد لا تكون دقيقة بالكامل، لكن هذه المؤشرات الموضوعية المستمدة من تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وإلى غير ذلك، قد تشير إلى أن في الإقليم معدل الدخل القومي للفرد قد تجاوز 5000 دولار. فهذا التطور من 2003 إلى الآن بحد ذاته مؤشر على القدرة المتنامية لهذا الاقتصاد والقدرة الشرائية والاستهلاكية للفرد في إقليم كردستان. ربما من هذه الإحصائية أستطيع أن أبرر أن حجم الإجازات الممنوحة للاستثمار الخاص في كردستان قد تجاوز أو قارب 17 مليار دولار. وفيما يتعلق بالمستقبل، نحن في طور إعادة النظر في قانون الاستثمار بما يؤدي إلى تشجيع الاستثمار الخارجي في الإقليم، ونتوقع المزيد من هذه الاستثمارات. ستسمعون من زملائي في مجلس الوزراء وأيضا من القطاع الخاص في الإقليم المتواجدين معنا اليوم أن فرص الاستثمار في قطاع الإسكان، في الصناعة، في الزراعة، في النفط والغاز هي فرص حقيقية وموجودة. وأنني أريد أن أؤكد في هذا المجال، نعم السوق العراقية، السوق الكردستانية سوق مهمة وواعدة بحد ذاتها. الإنفاق الحكومي هنا، الميزانية الحكومية السنوية تجاوز 10 مليارات دولار، وإن شاء الله السنة القادمة بسبب تزايد تصدير النفط العراقي والواردات المتحققة هنا سيزداد هذا الإنفاق. هذا بحد ذاته مؤشر. أضف إلى ذلك الاستثمار الخاص والنشاط الخاص، فالسوق الكردستانية واعدة بحد ذاتها. لكنني أقول أن كردستان جزء من السوق العراقية الأكبر ومدخل لهذه السوق، فالمستثمرين الذين يأتون إلى هنا لا يستثمرون فقط في كردستان وإنما ينفتحون على السوق العراقية الأكبر. في هذا المجال أريد أن أقول لضيفنا الكريم دولة الرئيس، نتطلع إلى تعاون جدي مع أشقائنا في الأردن. نريد أن نستفيد من الخبرة الأردنية في الكثير من القطاعات. الأردن تجربة رائدة في الإصلاح الحكومي وإعادة الهيكلة الاقتصادية. نريد أن نتعاون في القطاع المصرفي وإعادة النظر في القطاع المالي في كردستان، مستفيدين من التجربة الموجودة في الأردن في مجال التأمين وتنمية الخبرات في هذا المجال. نريد مساعدتكم دولة الرئيس في تنمية وتطوير القدرات الإدارية في إقليم كردستان من خلال التعاون الثنائي وفتح دورات في الإقليم أو في الأردن. نريد التعاون في مجال التعليم. أنا دوما أقول لزملائي في مجلس الوزراء في حكومة الإقليم أن تجربة الأردن في مجال التعليم تجربة رائدة، وهناك عدد كبير ومتنامي من الكرد ومن العراقيين يتوجهون إلى الجامعات الأردنية. أيضا في مجال الصحة هناك تطور كبير في الأردن. نريد أن نستفيد من التجربة الأردنية في مجال العناية الصحية ومساعدتنا في إعادة هيكلة القطاع الصحي بما ينمي قدراتنا وتوفير الخدمات المطلوبة إلى مواطنينا. دولة الرئيس، أنتم اليوم في أربيل عاصمة إقليم كردستان بين أهلكم. أريد أن أقول أن كردستان في سنوات ماضية كان ينظر إليها وكان عنصر تأزيم وعنصر تقسيم وعنصر تجزئة في المعادلات القادمة في العراق. لي أن أدعي وأقول بأن كردستان والقيادة الكردستانية أثبتت أنها عنصر الاستقرار ورافد من الروافد الأساسية للاستقرار في العراق وفي المنطقة. ما كان يقال عن الوضع الكردي
وأن كردستان ستكون مصدر التوتر والمشاكل في المنطقة، أثبتت الأحداث عكس ذلك. نتمنى لكل العراق الاستقرار، ونريد أن نؤكد بأننا نريد ونرى في مصلحتنا أن نكون جزءا فاعلا من عراق ديمقراطي اتحادي ناهض. لا نريد في بغداد نظاما استبداديا، ولا نريد في بغداد فوضى ومشاكل أمنية، لأن في النهاية هذه المشاكل ستعم كل المنطقة وأهلنا في بغداد والبصرة وفي كردستان. المصالح الحقيقية مترابطة ومتلازمة، المصالح السياسية، المصالح الاقتصادية، المصالح الأمنية. ربما الاستبداد بدأ بالكرد في الماضي، ولكن انتهى إلى كل شريحة من شرائح المجتمع العراقي، ونحن واعون لدورنا في العراق الجديد ومصرون على دعم المشروع الديمقراطي في العراق، والذي نريد أن يكون فيه العراق الجديد آمناً مع شعبه وآمناً مع جيرانه. في هذا السياق لعبت القيادة الكردستانية وتشخيصاً الرئيس بارزاني دوراً فاعلاً في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في بغداد. نتمنى لهذه المشاكل أن تنتهي في العراق، وأن ننتصر كلنا كعراقيين، مكونات عراقية مختلفة، من أجل حل المشاكل بصورة جذرية، لأن هذا البلد العراق الذي أنعم عليه الله سبحانه وتعالى بخيرات وثيرة بشرية وطبيعية، لم ينعم علينا إلى الآن الاستقرار السياسي المطلوب كي نستفيد من هذه الإمكانيات وهذه الخيرات. أملي أن ينتهي الوضع العراقي إلى ما هو مطلوب، عراق آمن مع نفسه وآمن مع جيرانه. أريد أن أؤكد لكم دولة الرئيس وللإخوة الضيوف الكرام بأن ما ترونه في كردستان إن شاء الله سيبقى دوما رافدا أساسيا من روافد الازدهار والاستقرار لكل العراق وخير لكل المنطقة. نريد لكردستان أن تكون ليس فقط واحة الاستقرار، لكن مرتكز الاستقرار لكل شعوب المنطقة. مرة أخرى مرحبا بك، تشرفنا باستقبالك في أربيل، ونتمنى لهذه الزيارة أن تكون بداية لعلاقات وطيدة وزيارات متكررة تأتي إلى أهلك هنا في الإقليم. نتشرف بلقائكم وبالعمل معا من أجل خدمة مصالح الشعبين العراقي والأردني وشعب كردستان، وشكرا جزيلا.